في دنيتنا اللي فيها أحلام وتحديات، مخاوف وابتسامات، وفيها ناس قلوبهم مليانة محبة وعطاء، وعندهم علم وتجارب وخبرات. جمعناهم مع صغار لسه عم يرسموا أول مشاهد بحياتهم وعم يكتبوا قصصهم وأحلامهم. مرحبا، أنا اسمي غالية الجراح. اسمي جمال خالد جمال المسلماني. مرحبا، أنا اسمي لينا. أنا رغد أيمن أبو سعدة. المي على درجة حرارة 99 بتكون سخنة، بس على درجة حرارة 100 بتصير تغلي، ومع الغليان بيجي البخار، البخار اللي حرك قطارات ومصانع وعمل ثورة صناعية بفرق درجة واحدة بس. هيك هو الحال بكل أمور حياتنا، منغير كتير كتير لما ناخد خطوة زيادة عن المألوف، خطوة زيادة في العطاء، في التواصل، في المحبة والجهد، خطوة زيادة وياه شو بتعمل فرق. أنا مع إنجاز تعلمت كيف أدرس وكيف أفهم مثلاً الشغلة وكيف أحفظها، ومثال على هيك إنه صار كان معدلي 90 وصار 95. هلأ كرغد حلمي إني أنا أكون كاتبة، أكيد ما رح أنسى الأيام اللي أنا فيها كطالبة الناس اللي أو المتطوعين من مؤسسة إنجاز ألهمتني بأفكارهم بنجاحهم. كثير حبيت الأسلوب التفاعل اللي كان يسري بالحصص والأنشطة اللي كان يعطينا إياها الأستاذ. بشكر المتطوع اللي خلانا دايماً نصحى الصبح نكون مبسوطين إنه كل يوم هو يوم جديد مختلف عن اليوم اللي قبله تماماً. التجربتين اللي فعلاً كمان أثروا فيه كتير اللي هي تجربة تنفيذ برنامج الفريق مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانوا دائماً يقولوا لي إنه إحنا بدنا نفوز إحنا بدنا نفوز، وأنا بصراحة حسيت بعبء ومسؤولية كبيرة علي إنه أنا صرت هدول الأولاد هدول لازم يفوزوا بأي طريقة كانت. يعني هو السبب الرئيسي اللي بيوجهني للعمل مع إنجاز سببين الصراحة. السبب الأول إنه نشارك خبراتنا وتجاربنا بالعمل مع الطلاب. الجانب الثاني في استفادة إلي شخصياً أنا، يعني كثير بستفيد إنه أكون دائماً على تواصل مع الشباب حتى والطلاب، حتى أشوف الجيل الجديد كيف بفكر. وصلت مرحلة الإدمان على التطوع، الساعة بالأسبوع هاي كثير بحس إنها بتترك أثر عند الآخرين سواء الطلاب وعلي أنا نفسي كمان شخصياً. إنجاز المؤسسة التي تكاد تكون الوحيدة اللي قادرة على تغيير ثقافة جيل وثقافة مجتمع. لما أكبر بحب إني أتطوع بإنجاز، أتطوع بمدرستي، أتطوع بمدارس تانية، مثل ما أنا استفدت من هدول المتطوعين أنا كمان أفيد الأشخاص بخبرتي اللي ممكن تكون بالمستقبل. وهاي هي قصتنا، 102 مؤسسة، 30,000 متطوع، أخذ كل واحد منهم خطوة عطاء زيادة، فرسموا 1.5 مليون ابتسامة، وكتبوا 1.5 مليون قصة نجاح ومحبة وثقة وأمل. شكراً إنجاز، خليكم معنا.